السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما طلب مني أن أقدم هذه الأحاديث اتصلت ببعض الشباب وببعض الطلاب وسألت كثيرا عن رأيهم في المدارس وفي الجامعات. للأسف معظم الأجوبة جاءتني بأنهم يكرهون المدرسة. هذا شيء يحزنني. نحن في صغرنا كنا نعشق المدرسة. لماذا هذا الجيل يكره المدرسة؟ لماذا هذا الجيل يكره المعاهد؟ لماذا هذا الجيل يكره الجامعات؟ سؤال مهم جدا أن نجد له حلا. وهذه لماذا يجب أن تنتفي من حياة الشباب؟ ما هو سبب عدائهم لدور العلم؟ هم لا يكرهون العلم. أنا أعرف كثيرا منهم يقرؤون أضعاف الكتب المدرسية، وأعرف كثيرا منهم إذا لم يذهبوا إلى المدرسة كان لهم إنتاجهم الإبداعي في البيوت المعتمد على النظريات العلمية. فإذا العداء ليس بين طلابنا وبين العلم، وإنما العداء بين طلابنا وبين دور العلم. هل دور العلم هي الأبنية؟ هل دور العلم هي الجدران؟ هل دور العلم هي المقاعد والكراسي والسبورة؟ أم أن دور العلم هي الكتاب وهي الأستاذ وهي طريقة التقديم وطريقة روز هذا المعلومة، روز هذه المعلومات التي حصل عليها الطالب؟ لماذا ساء حال التعليم في أيامنا ووصل إلى ما وصل إليه؟ هل العيب في الأستاذ؟ هل العيب في المنهج؟ هل العيب في الامتحانات؟ هل العيب في ساعات الدوام الطويلة التي يطلب من الطلاب أن يجلسوها لا يتحركون على مقاعد الدراسة؟ والأدهى والأمر أن هذه الساعات الطويلة تنطبق على طالب صف أول إلى طالب التوجيهي، كلهم يدخلون المدرسة معا وكلهم يخرجون من المدرسة في ذات الوقت. أي واحد من الذي عدت هو السبب؟ أظن أنها مجتمعة هي السبب. الأستاذ مسؤول عما وصل إليه حال الطالب، لكن هل نستطيع أن نلوم الأستاذ ونحن لا نقدره في مجتمعاتنا، ونحن لا نوفيه حقه في مجتمعاتنا، ونحن لا نعطيه المردود المادي الذي يليق به في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي معاهدنا؟ كيف ينظر إلى مهنة الأستاذ في مجتمعاتنا؟ هناك نكتة كانت تروى وكنت أسمعها منذ أن كنت صغيرة، بأن واحدة ذهبت لتخطب لابنها، فلما سألها أهل الزوجة ما عمل ابنك؟ قالت أستاذ. فأجابتها أم البنت كل الناس خير وبركة. فهذه سخرية ضمنية من عمل الأستاذ. لماذا وصل عمل التدريس إلى ما وصل إليه؟ وتعليم العلم هو من أرقى الرسالات الإنسانية، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول. لماذا انحدر النظرة إلى الأستاذ، انحدرت إلى هذه الدرجة؟ لماذا؟ لماذا أصبح الأستاذ يدخل صفه وهو إنسان ليس متفائلا وليس سعيدا ولا يؤدي من قلبه، وإنما هو عبء ثقيل، عبء التدريس؟ أيضا المسؤول عن هذا هو الطالب الذي لا يحترم أستاذه. من المسؤول عن عدم احترام الأستاذ؟ الأهل في البيت الذين لم يربوا أولادهم على احترام الكبير، ولم يتمثلوا قول شاعرهم من علمني حرفا كنت له عبدا أو كنت له ظرفا، كما هو أصل بيت الشعر. فالأستاذ الآن في حالة يرثى لها، كيف يمكنه أن يفيد أبناءنا وأبناؤه في بيته ليسوا مكفيين؟ كيف له أن يعطي من قلبه وهو ليس مسرورا ولا معطى من قلب من يعطونه الراتب ومن يعطونه المنزلة الاجتماعية؟ الكتاب المدرسي أيضا مسؤول إلى حد كبير. كتبنا لم تتغير
من عقود طويلة من الزمن لا زالت على حالها، تعاد طباعتها كما هي، لا يغير فيها ولا ينقح فيها ولا يحسن فيها، وإنما كما هي تطبع. غيروا المحتوى إلى الأسوأ للأسف. على أيامنا كان العلم حقيقيا في داخل الكتب، الآن أصبح لا يعطى معلومة كما يجب، ولا شكل الكتاب جذاب بحيث يجلب الطالب، بحيث يحببه في اقتنائه، يحببه في تصفحه، يحببه في القراءة فيه. طريقة الامتحانات، طريقة التدريس هي تلقين. يقف المدرس أمام طلابه ويتحدث ويتحدث ويتحدث، والطالب يتململ ويتململ ويتململ، ولا يصدق أن جرس الفرصة قد حان ليخرج ليتنفس خارج غرفة الصف. ألا يمكن أن نحسن هذا؟ ألا يمكن أن نعيد النظر في حالنا التعليمية في بلادنا، وأقصد البلاد العربية، لأنني هنا في ماليزيا أدرس بطريقة مختلفة إلى حد ما. في بلادنا العربية لا زال التلقين هو الأصل في المدارس، لا زال الحفظ هو الأصل في المدارس، لا زال الكتاب المدرسي غير الجذاب هو الذي تطرح عن طريقه المعلومة، لا زالت الامتحانات التي هي عبارة عن تسميع فقط للطالب لما علق بذهنه أثناء الفصل الدراسي أو أثناء السنة الدراسية. عملية التصحيح، الآن أصبحت معظم الامتحانات تعتمد الصح والخطأ. هناك مواد لا يمكن أن تؤخذ نتيجتها أو أن يتراز معرفتها عن طريق الصح والخطأ. حتى وضع أسئلة الصح والخطأ يحتاج إلى كثير من التمرين ومن التدريب ومن التعليم للأستاذ حتى يستطيع أن يضع هذا النوع من الأسئلة. فأصبحت المدرسة سجناً ولم تعد المدرسة داراً للفرحة كما كانت على أيامنا، داراً للمتعة كما كانت على أيامنا. لم تعد علاقة الأستاذ بالطالب علاقة أب، أو علاقة الأستاذ بطالبتها علاقة أم ومربية كما كانت عندما كنت أنا صغيرة. كانت مدرستي أو مدرساتي هن أمهاتي، هن اللواتي ينصحنني، هم اللواتي يعطفن علي، هم اللواتي يشاركنني مشاكلي، هم اللواتي يلحظن علي أي سلوك فيتصلن بي ويطلبن مني المجيء إلى غرفتهن ويسألنني لماذا فعلت كذا ولماذا قلت كذا. هكذا كانت المدرسة وهكذا كان المدرس، لكن هذا كان في زمن كان للعلم قيمته وكان للمدرس هيبته. هل نعيد هذا؟ فهل نستطيع أن نعود ونجدد كما ذكرت للعلم قيمته وللمدرس هيبته، وأن نعيد للطالب فرحته بالذهاب إلى دار العلم، أن نعيد للطالب لذته وهو يتلقى المعلومة؟ الآن أصبحت المعلومة مجرد كلمات وحروف تكتب على الورق ولا تستهلك في الحياة، ليس من ورائها أي فائدة عملية لهذا الطالب. يدرس ويدرس ويدرس ويحفظ ويحفظ ويحفظ، ثم يؤدي الامتحان فتتبخر المعلومات. يجب علينا فعلا أن نعمل على هذا الأمر. أنا الآن بصدد العمل عليه. أنا أعمل مع الهيئة الوطنية السورية للتربية والتعليم، وأحاول أن أجدد في بعض المدارس، وأحاول أن أطور بعض المدرسين ليفهم المدرس حقيقة المسؤولية الملقاة على عاتقه، وهو يدرس هذا الجيل، وهو يربي هذا الجيل، وهو يعلم هذا الجيل. القضية ليست فقط أن ننقل المعلومة من الكتاب إلى الطالب، وليست فقط أن يقف المدرس أمام طلابه فيتكلم ويتكلم ثم يأخذ راتبه في آخر الشهر وانتهى الموضوع. لا، المدرس مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف يجب أن يساعد طالبه على أن يتزود بهذه المعلومة ليخرج من دار العلم، فتكون هذه المعلومة لبنة في سبيل نهضة الأمة، في بناء الأمة، في الارتقاء بهذه الأمة. كم عدد الذين يتخرجون من جامعاتنا؟ لو أحصيناهم لا بلغوا مئات، بلغوا ملايين، بلغوا، أين هم؟ لماذا لا تنهض أمتنا؟ لماذا لا تتقدم أمتنا؟
الكليات اتسعت والجامعات تعددت والخريجين زاد أعدادهم أضعافا مضاعفة، وأنا أجد أننا في مكاننا، بل بالعكس نعود إلى الخلف. فهل يعقل أن تستمر الحال هكذا؟ يجب علينا أولا أن نفهم الطالب بأن هذا الوضع غير صحيح. علينا ثانيا أن نوافقه عندما يعترض. نحن لا نوافق طلابنا ولا نروي غليل طلابنا عندما يعترضون، نجبرهم على الذهاب وأن هذا هو الحال لن يتبدل، وعليكم أن تحبوا المدارس وعليكم أن تطلبوا العلم وعليكم أن تحصلوا على شهادات. هذه الطريقة في معالجة الأمر ليست طريقة صحية أبدا. يجب علينا أن نجلس مع الطلبة، نسمع لشكاواهم، يجب علينا أن نسمع لاقتراحاتهم، يجب علينا أن نحاول وإياهم أن نرتقي بطريقة التعليم في بلادنا. فهي ليست مجرد تلقين، وإنما اسمها تعليم. وما معنى التعليم؟ الذي يترك أثرا، مأخوذ هذا الاسم من العلامة، والعلامة هي التي تبقى دليلا على أن شيئا قد حصل، على أن فكرة قد أثمرت، على أن هذا الطالب سيتخرج من المدرسة ليس كيوم دخلها، وإنما سيتغير شيء في داخله، في عقيدته، في فكره، في مخططه للمستقبل، ليستطيع أن يكون لبنة نافعة في جسد هذه الأمة أو في بناء هذه الأمة. فأرجو من طلابنا أن يطرحوا مواضيعهم وشكاواهم بأدب، أن يطرحوها بكلمات ومفردات يستطيع الكبار أن يسمعوها، لأن الكبار الآن لا يستطيعون أن يسمعوا كل الكلمات. وأيضا أسأل من معلمينا وأسأل مديرينا وأسأل القائمين على التربية أن يوسعوا صدورهم وأن يرحبوا بآراء الطلبة، فهم المعنيين بالشأن وهم المعول عليهم للمستقبل. وإن شاء الله تسمع كلمتي أنا أيضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.